السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أداة لذيذة جدا وظريفة جدا من دي روتس. هي الأداة عبارة عن ايه؟ ان انا عندي عناصر معينة وابدأ اديها الوان معينة. يعني هعمل وان فلتر من دي روتس واقول له فيجوالايز. ودلوقتي ايه الحاجة اللي احنا عايزين تبدأ تاخد لون؟ وليكن مثلا الوول. طيب هو هيبدأ يدي الول دي بناء على ايه؟ ايه القاعدة اللي من خلالها يبدأ يلون؟ ممكن مثلا من خلال الأدوار بحيث ان كل دور ياخد لون مثلا معين، ممكن من خلال الطيب النوع كل نوع ياخد لون، ممكن من خلال الاريا. كل حاجة بتعلمها بيبدأ يديك الحيطة دي تاخد اللون دوت، الحيطة دي تاخد اللون دوت، تمام. وتقدر ان انت بقى تختار هل انت عايز تلون مثلا راندمايز، ولا في الوان معينه انت عايزها، ولا عايز تغير كل لون لوحده زي ما انت عايز. تقدر تغير الالوان، اللون ده تقدر من باليتة الالوان تختار اللون انت عايزه. تقدر تقول مثلا عايزها بالشكل دوت تدريجي. طيب هقول له ممكن تخليها تبقى للفيو اللي انت موجود فيه بس، او كل الفيوهات current selection او active view او هو الموديل. هتلاقي ظهرت معاك الألوان زي ما انت شايف. ده طبعا لكل الفاميليز اللي موجودة مش بس الول، يعني ممكن مرة واحدة أعلم عليهم كلهم مرة واحدة. وممكن تخليها بأي خاصية من الخصائص، مش لازم الأريا، وممكن للمشروع كله. فده بيساعد إن أنا مثلا عايز الحاجات، مثلا عندي الضغطات عايز بالسايز بتاعتها يبدأ يدي ألوان، عايز دي حاجات معين، عايز اخد لون معين بحيث انتبه لان في حاجة مثلا غير مطابقة للكود وهكذا.